يهيم حبا بتعز فيجدو كالبلبل مترنما صداحا. ألا يا الحالمة يا تاجي فوق. يعشق الحالمة ولها يلالي، طربا مولعا بالأرض، مهتما بالقضية، منافحا ومدافعا في وجه كل معتدي. ألا يا الحالمة أسمع أنا حنينيك، ألا أسمع أنا حنينيك، وأشوف سيل الدم في جبينك. الفنان فكري القدسي مؤدي الملالة، وهي من الموروث الشعبي التقليدي في تعز، ارتبط بالأرض وعاش مع أسرته حياة الريف، فتنفس هواءه العليل وتشرب من ثقافة من سبقوه. كان راعيا للأغنام، يصدح بصوته في أعالي جبال قدس، وقد حفظ عن الأقدمين مهاجل وملالاة يتم حفظها شفاهة بالتواتر. كانت أولا هي عن طريق عن وراثة عن الوالد رحمة الله عليه، كان لديه جمال ويتنقل بقافلته من منطقة إلى أخرى، مثلا من منطقة الأشروح إلى منطقة المصلى سابقا. وهذه الملالاة كانت تأتي دائما للبدو الرحل، يعني عندما تنتقل بقافلتك من منطقة إلى أخرى، حيث أنه كان يقول شد الجمال ما عاد ناشي جمال، ألا شد الجمال ما عاد ناشي جمال، ألا ما عاد ناشي جمال، شدوا السواعد من بزوز الأحمال. ألقى قلت لك ما اشتقول ما قليش. بلا إيقاع ولا نغم، وأمام ثلة ممن استهواهم عذوبة الصوت، سكب القدسي روائعه عن الجمال والحب، وخلط في ذلك من روح الفكاهة التي تسكن روحه البسيطة، ما زاد من إعجاب وتفاعل الحضور. ألا شفت المليح وعجبوني الأعيان، ألا ويعجبوني الأعيان، ليت المليح لا خلق ولا كان. قل لي ليش طلق ومحجوز الليل. لم تنسي الروح المرحة لفكر أحد مؤدي المهاجل الشعبية والملالاة في تعز ما يعيشه وطنه ومحافظته من آلام الحرب ومعاناة الحصار، بل زادته حماسا لتفجر منه إبداعا وقت كان يقف إلى جانب رفقاء النضال في ثغور تعز، فاستثمر موهبته في رفع معنويات الرجال وتقزيم الخصوم من الأعداء. عندما جاءت الجبهات انطلقنا إلى الجبهات وكنا نشارك إخواننا هناك في الجبهات ونشد على مأزرهم بكلمات، حيث أنها ألا وقلب رصاص يا صاحبي ويقرب، ألا يا صاحبي ويقرب، صيد الحوافيش بين عشاء ومغرب، ألا وجيشنا علم عيالي فارس، ألا علم عيالي فارس، كيف الهلاك يأتي من المتارس. يقول فكري أنه فرد في مجتمعه الكبير بتعز يؤثر ويتأثر بهمومهم وتطلعاتهم، لذلك فقد وجد نفسه أمام رزنامة معاناة، ومنها على سبيل المثال للحصر ظاهرة الاغتراب التي اكتوى بنارها وتركت آثارها في كل منزل، ما دفعه لاستعراضها على لسان حبيب في مناجاة مؤثرة. خدمنا المغتربين كثيرا وشوقناهم لأهلهم، فمنهم من يعني يترك أهله ووطنه لفترات متباعدة، منهم من يقضي السنتين ومنهم من يقضي الثلاث، فقلت حينها ألا وريديو لندن وعالي الصوت، ألا لندن وعالي الصوت، يا المغترب روح نهاية موت، ألا مشتيشني الغربة ولا فلوسك، ألا الغربة ولا فلوسك، واشتيك تروح للبلاد.
شاشوفك. وكرد للجميل بعد أن أفرد له برنامج الحالمة مساحة، وجد المؤدي فكري نفسه أمام تجلي ليقتنص الفرصة ويقدم شكره لقناة بلقيس وطاقمها وعلى طريقته. على قناة بلقيس الهوى مباشر، على الهوى مباشر، أنت الحقيقة بعين كل ثائر. وتعتبر الملالاة نظماً شعرياً باللهجة العامية، ولا بد فيها من تساوي الوزن والقافية، بحيث يكون شرط البيت وعجزه على قافية واحدة، حتى يسهل على المؤدي إطلاق النفس، شريطة أن يكون لديه القدرة على تطويع الكلمات الصعبة من اللهجة الدارجة، وطول النفس الذي يمكنه الأداء حتى أبعد مساحة صوتية. آلاوي أعجبوني الأعيان.